نقول يعني الريزرفوار بجيبه ازاي واجيبه هنا ازاي؟ مره امبارح كنت وشيت على جبته زياد ازاي؟ تسمعوا السكيم فكرته يعني 28 29. انا خلصنا امبارح 28. يلا يا جماعه 29 خلاص الكريكال فيكشن امبارح قبل كامل في البليج يا محمد وقلنا نكمل موضوع جديد ان شاء الله بعده بشويه. نكمل بقى يا جماعه بالدايجنوس. اي دايجنوس في الدنيا عباره عن ايه طيب؟ بالمنطق الكلينيكال لابوراتوري. الكلينيكال يا جماعه في معظم الامراض اللي في الدنيا سجستيف ولا كونفرماتوري؟ يا دوب بس يقول ان ايه؟ ان احتمال في المرض على رقم قال لك ان يا جماعه الكلينيك سسبكتد جدا غلط هتجيب سسبكتد ما جيبش الامتحان اللابوراتوري بس برضه عشان اطمنك هنكمل موضوع امبارح يا محمد. ثم يا جماعه قال لك اللابوراتوري اكزامينشن بيعمل لابوراتوري ليه يا جماعه؟ قال لك بناخد عينه، العينه دي يا جماعه بتتاخد على حسب ايه؟ انت بليك شك في فين او بيقولك هتاخدها منين يا ابراهيم؟ من الفلو لو سبتسيبك هاخدها منين يا فاطمه؟ من البلاد. لو نيومك هاخدها منين؟ من السبيوتم. بس يبقى مش جاي في الامتحان ده موضوع لعب عيال خلاص مش جاي. قال الاميونيتي والسستابيلتي ما حدش بص مذاكره. قال لك الاميونيتي يا جماعه ريلاتيف يعني مودريت، ما كل الامراض على مودريت اسف مش مودريت يعني ريلاتيف يا جماعه ان عاليه سنه لكن مش عاليه قوي مش ابسليوت زي الميلو فيفر اللي جنبها يعني هو ريلاتيف هنا عشان يقول لك مش زي الميلو فيفر يعني يا محمد قلنا امبارح يا محمد ان الميلو فيفر بتدي مناعه ابسليوت يعني 100% 100% يعني ايه مستحيل يجي لك سكن دقيقتك تاني طالما عندك مناعه. اما هنا يا جماعه ايه سوليد يعني اقل منها شويه ما تقراهاش اصلا. الايدج والسكس يا جماعه جنرال يا ابراهيم كلمه يعني كله يعني كل الناس معرضه. ليه كل الناس معرضه؟ حد يا جماعه يقول لي ليه؟ لا مش قوي جدا عشان الفيكتور يا جماعه الفيكتور ترقص كل الناس هنا بقى في فيكتور بقى. اما هناك كان الفيكتور موجوده فين يا جماعه؟ موجوده في الغابه بس. فهناك تبقى موجوده في الغابه فتجيب مين؟ اللي بيروح الغابه. مين بيروح الغابه؟ يانج عضلت مين؟ اليولو فيفر يعني بتاع امبارح لما بقول هنا يعني اليولو فيفر. اما هنا البرغوث موجود في المدينه وفي الصنم في وسط الحضر يعني مش المدينه عن المدينه لا في وسط البشر يعني في الارياف او المدن فمش هيميز هل وصل الكبير والصغير الراجل والست. فهمت معنى ايه يا ابراهيم ولا لا؟ ناخد بالنا يا جماعه الانفايرون موجود في الارياف اكتر ولا في المدن البراغيث؟ في الارياف اكتر رورال. بقى يا جماعه الاوكيبيشن موجود في انهي مهن؟ المهن اللي بتشتغل فيه هانتنج للصيد وبتشتغل فيه اللابوراتوري وركر اشمعنى يا جماعه؟ عشان انيمالز عشان يبقى اكثر قربا من الانيمال اكثر قربا من الفران اكثر قربا من الفران. في حسابه ما هوش جاي في الامتحان اللي جاي في الامتحان يا جماعه واللي جه السنه اللي فاتت في اخر السنه كله مركز معايا اللي جه السنه اللي فاتت في اخر السنه كله بقى يبص معايا عشان محمد دي اهم نقطه في اي انفكشن يا جماعه شوفوا عارفين يا بنات دي اهم نقطه في اي انفكشن باستثناء انفكشن قليل يعني ما تسجلش البريفنشن في كل انفكشن في انفكشن بريفنشن فيها مش مهم زي البريسيلا بس يعني مش كل حاجه اخد البريفنشن ولا ماشي. اهم حاجه معاك البريفنشن معايا يا جماعه البريفنشن ده مهم جدا جدا. البريفنشن كام حاجه يا محمد معانا اول مره جنرال بريفنشن وسبيسيفيك بريفنشن واحتمال ازود رقم ثلاثه واحتمال لا. يلا معايا ايه امتى ازود رقم ثلاثه الانترناشونال بريفنشن في الامراض مين؟ الامراض الدوليه. تعال ناخد الاول الاثنين دول. طب المرض ده فيه الاول انترناشونال ولا فوق؟ ده واحد من الامراض الدوليه. مين الامراض الدوليه السته اللي فيهم انترناشونال بريفنشن؟ كان كوليرا وبليج وانثراكس واثنين فيفر وريبيز. من الاثنين فيفر يورو فيفر بتاع امبارح وريفت فالي فيفر اللي هاخده النهارده ان شاء الله وريفت. في حاجه ثانيه كده ناخد بقى مع بعض الجنرال بريفنشن قعدت في الامتحان مش فاكر حاجه. هرص يا جماعه فاطمه يا ايه يلا عشان انت اكتر واحده محتاجه لسه هي محتاجه حاجات في السكيم فسمحها لك واحده ببساطه ولا لك واحده ببساطه. اي بريفنشن كان اربع حاجات. مين الاربع حاجات؟ هيلث اديوكيشن اللي جماعه نتكلم معاها وهيلث بروموشن وانفيرومنتال سانيتيشن وسوشيال ايكونوميك ديفلوبمنت. يلا الانفيرومنتال سانيتيشن يا ايه انت دايما بتبقي معايا وانا عشان لو عاوزك دايما تبقي معايا هتكملي بقيه الجمله اللي قلتها. يلا لا ده يا دكتور انت انا بقول امال عامله ايه يا حجم ايه؟ صغير تبقى قد كده بالطول ده اختراع ايه؟ بالطول ما يجيبش مساحه عرضيه يحضر نص الورقه في الفاضي او انطى عشان الجداول. هنبقى نجيب لكم مكتب ان شاء الله خاص بيها لكل الناس. يلا يا جماعه اجيب معايا المكتب. يلا قولي معايا يلا جميل جمله يا ايه عشان تفهميها معايا. اي بريفنشن يا جماعه اربع حاجات هيلث اديوكيشن وهيلث بروموشن يلا اهو وسوشيال ايكونوميك ديفلوبمنت وانفيرومنتال سانيتيشن. انفيرومنتال سانيتيشن ثمان نقط. مين اللي ينفع يا جماعه الارثروبود؟ مين الفاكر؟ حاجتين سبعه وثمانيه. مين سبعه وثمانيه؟ سيطر على الفيكتور ولا البراغيت وسيطر على الانيمال ريزرفوار ومين؟ الرودنت فريد. يعني سيطر ايراديكيشن للبراغيث ولا ايراديكيشن الفيران لسه امبارح ما كنتش معانا بقى امبارح يا عمد. مين اللي عمله ايراديكيشن الاول البرغوث ولا الفار؟ الفار لا البراغيث لازم الفريز الاول البراغيث الاول لازم الفريز الاول عشان لو انت عملت كنترول للفيران الفيران هتبقى ماتت خلاص البراغيث مش هيلاقي حد يهاجمه غير مين؟ غير المان. بس كده خلصنا من ده. ادي يا جماعه المول احنا قلناه كله بتاع جنرال بريفنشن جبته لوحده. فين يا جماعه الكنترول بتاع الراتس لسه قايلينها امبارح؟ فين يا جماعه بتاع الفريز لسه قايلينها امبارح؟ عملنا تجميعه للكنترول بتاع الموسكيتو عامله ازاي وبتاع الراتس عامله ازاي وبتاع الفريز عامله ازاي لسه قايلينها امبارح. معنى صعب يا ابراهيم. ناخد بقى معنى سبيسيفيك بريفنشن ما حدش بص مذاكره بتوع انا لسه قايلها امبارح يا ريت تجيبيها. يلا سبيسيفيك اكتف وسير ولا اكتف وخيم ولا مرض ناولي ولا ما اعرفش. قلنا الامراض الدوليه مستحيل سيرو. ليه الامراض الدوليه مستحيل سيرو؟ ما حدش يعرف فيكم حد جاله المرض عشان يجيب منه انتي بادي يبقى غصب عني اكتف وايه؟ ها؟ وكيمو كان بس النهارده عايزين طبعا نعمل الانفكشن كله بالاختراع مش بالحياه بس اكتف وكيمو هناك عشان كان فيروس ملوش كيمو. اما هنا فيروس ولا بكتيريا؟ لا بكتيريا يبقى هنا اكتف وايه؟
وبقيم، وناخد واحده واحده بقى بالتفصيل الاكتيف عامل ازاي والكيمو عامل ازاي. الاكتيف هو اسم الفاكسين مشهور جدا، ما اعرفش عارفينه السنه اللي فاتت ولا لا. هوتنز فاكسين عارفين اسمه السنه اللي فاتت. هم في فاكسينين، واحد قديم الهوتنز فاكسين ده خلاص بقى عادش مستخدم تقريبا، وفي هافكنز فاكسين ده لسه جديد خالص بس مش عارف كنت الاسامي غير اسم واحد بس. قال لك الفاكسين بتاعي تعالى اقراه لحظه بس لحظه. قال لك الفاكسين بتاعي ما لهوش اسمه حتى عندكم. قال لك الفاكسين بتاعي يا جماعه نو لونجر كوميرشال، هي افيلابل. ده القديم اللي عايز اعرفه يا جماعه اسمه. يا جماعه عايز تقول ورايا الاسم ما عادش مستخدم تجاريا يا جماعه، ما عادش مستخدم في السوق يا جماعه، اسمه كوتنز فاكسين. طبعا في فاكسين جديد دلوقتي بيستخدم، في فاكسين جديد دلوقتي بيستخدم. ده اللي بيستخدم مش ده اللي يقصده يعني، ده اللي يقصد عليه ما بيستخدمش. هنكتب الجمله دي يا نور عشان ما تبقاش على اي فاكسين، اكتبوا جمله اسمه مكتوبه فين؟ مكتوبه في الفاكسينيشن يا دكتور، الفاكسينيشن الصدر الثاني. الصدر الثاني هو ده اللي ما عادش بيستخدم ابراهيم. اما في فاكسين جديد بيستخدم دلوقتي، لا عايز يعرف نفسه ولا ما يعرف اي كتاب ثاني بره. هتلاقي يا جماعه في فاكسين بيستخدم، فاكسين حديث مش اوتينز فاكسين. قال لي يا جماعه انت لسه مش عارف صفحه كام يا محمد صح؟ 29. طب اسالني يا محمد اسالني، ده بحسبه كل ده فتح الصفحه عمال تبص فيه. قال لك يا جماعه ما عادش بيستخدم تجاريا كده خلصنا من ده. الكيمو بقى مهمه جدا، كله بقى ركز معايا، التسكيمه مهمه قوي قوي قوي. بص يا محمد بص السكيمه معايا، التتراسايكل كله بقى ركز معايا، الدواء ده اسمه مهم جدا واحده واحده. بيستخدم ازاي؟ بيستخدم في مرضين. مين المرضين الدويين اللي بيستخدم فيهم؟ اكيد بكتيريا. يلا محمد شد اهم نقطه، يلا فاطمه بصي يلا فاطمه، التجميعات دي مهمه قوي، دي تجميع مش عندي. بصوا يا جماعه التجميعات ما بتبقاش عندكم، فركزوا معايا. التتراسايكل ده لو بيستخدم ضد بكتيريا، مين البكتيريا في الامراض الدوليه؟ مين الامراض الدوليه يا جماعه؟ ادي بليج المرض الدولي البكتيريا الاولاني، مين معاه البكتيريا الثاني اللي هو مرض دولي؟ الكوليرا. برافو عليك. بيستخدم بالاثنين، بيستخدم بالاثنين ازاي؟ اللي عايز تقول يا جماعه هنا في الكوليرا 12 جرعه او جرعه، هسكمها لكم جبتها ازاي؟ نخلص من الكوليرا. هنا 12 جرعه او جرعه، احنا خدنا نص الكوليرا قبل كده لما خدنا الفاكسين بتاعها عشان نطبقه مع التيفويد، نطبقه بالتيفويد بس هقولها تاني بالتفصيل يعني، بس عشان انت عارف كده. هنا يا جماعه هنا 12 جرعه او ايه؟ او جرعه. هنا 24 جرعه. تيجي الف يا جماعه بالتسكيمه الصغيره دي القصه كلها، تيجي احسها يلا ابراهيم تعالى نعملها واحده واحده قبل ما نكتبها يا دكتور. هنعملها واحده واحده. يا جماعه لو 12 جرعه يبقى اذا جرعه كبيره ولا جرعه صغيره؟ ما ينفعش جرعه كبيره هيحصل له توكسيستي. لو واحد بياخد 12 جرعه 1 جرام هيحصل له توكسيستي ولا يا ابراهيم؟ ينفع واحد ياخد 12 جرعه 1 جرام؟ اذا جرعه صغيره. واي جرعه صغيره يا جماعه لسه مش جرعه كام؟ واي جرعه صغيره لسه مش كام؟ واي جرعه صغيره بتاخد معاك كل قد ايه؟ كل وقت قليل عشان تلحق تغطي اليوم كله، يبقى بتاخد كل 6 ساعات. يبقى يا جماعه الجرعه اللي هقولها دي لسه هحكي يا جماعه كل 6 ساعات. طب انت يا جماعه كل 6 ساعات يعني كم مره في اليوم؟ اليوم 24 ساعه يا توقع، يبقى كل 6 ساعات كم مره في اليوم؟ اربع مرات. انا عايزها تبقى 12 جرعه، يبقى لمده كام يوم؟ ها؟ لمده 3 ايام. خلص الموضوع. شوف ابراهيم جبتها ازاي؟ يا جماعه طب هنا يا جماعه الجرعه عدد الجرعات اكبر ولا اقل؟ أكبر. يبقى الجرعه هنا اصغر خالص، يبقى طالما اصغر خالص يبقى 4 جرام وهنا 500 مللي جرام. بس عايز اخليك تفتكر الجرعات، لازم تيجي الجرعات هنا مهمه جدا. هنا 500 مللي وهنا 250 مللي جرام، ربع جرام. لان يا جماعه عدد الجرعات اكبر، لو انت كبرت الجرعه هتحصل توكسيستي، يبقى لازم اصغرها جدا. اصغرها هنا كام؟ 250 مللي جرام. لحظه بقى، لكل 6 ساعات يبقى كم واحده في اليوم؟ بصوا ده يا جماعه كم واحده في اليوم ابراهيم؟ ها؟ اربعه. انا عايز اربعه يبقى 24، يبقى لمده كام يوم؟ 6 ايام. اذا كبرت تسكيمه بسيطه هم شبه بعض بالظبط. هنا 3 ايام، هنا 6 ايام، هنا كل 6 ساعات، هنا كل 6 ساعات، هنا صغر الجرعه عشان عدد الجرعات اكبر. عمرك ما تنساه. ادي يا جماعه بتاع الكيمو فلكس بتاع البريك ولا بتاع الكوليرا بالمره؟ يلا دي بتاع البريك والكوليرا. الكيمو فلكس بيستخدم ازاي؟ الاثنين نفس الدواء بيجي في الامتحان. اللي في الدواء لا يا جماعه فهمتوها لا، مش هتعمل مقارنه برضه. تاني يا جماعه هنا يا جماعه 500 مللي وهنا 250 مللي، هنا كل 6 ساعات وهنا كل 6 ساعات، كل 6 ايام وهنا كل 3 ايام. يعني يا ابراهيم انا صغرت الجرعه يا عبد الرحمن وزودت عدد الايام، هنا سبت الجرعه معقوله شويه وقللت عدد الايام. يعني يا جماعه صعبه؟ طب سؤال بالمره يا جماعه، سؤال بالمره عبقري اللي بيجيبه. طب ليه يا جماعه قلل عدد الايام اللي بيدي فيها وهنا زود عدد الايام اللي بيدي فيها؟ عبقري يعرف يجيبها. ليه هنا قلل عدد الايام وهنا ليه زود عدد الايام؟ اذا الانكيوبيشن بيريد هنا اطول من هنا. طبعا هنا انترناشونال 6 يبقى اذا الحقيقيه اكبر من 6، وهنا يا جماعه انترناشونال 5. انت محتاج تغطي مساحه اكبر يا ابراهيم هنا من الوقت، هنا محتاج تغطي مساحه اكبر من الوقت، اما هنا مش محتاج تغطي مساحه اكبر من الوقت. فهمتوا اللعبه عامله ازاي؟ تعالى نقراها مع بعض بقى يا جماعه. قال لك ان الكيمو تترا سايكل بيتاخد 250 مللي جرام لكل 6 ساعات لمده 6 ايام. بص يا محمد ما كانش معانا، مين يا جماعه ياخد كيمو دايما يا جماعه؟ واحد مستعجل ولا مش مستعجل؟ ياخد دواء يا جماعه ما بياخدش فاكسين، ما دام مستعجل ولا لا؟ مين اشهر واحد مستعجل دايما بنمشي عليه؟ لا في غير المسافر، قلنا المسافر ده مش عارفينه في المنهج لنادرا. الكونتاكت اخو كيس، اخو الكيس اللي عايز يحمي نفسه بسرعه من اخوه، ادي الكونتاكت يا جماعه. قال لك يا جماعه الكونتاكت مين؟ طبعا هنا قله ادب بقى، بيقول لك وخصوصا كونتاكت معين، كل الكونتاكت مش وخصوصا كل الكونتاكت. يا ابراهيم هو حد فيكم ابراهيم عارف ان في حد صاحب عنده ليه؟ هيقول انا وخصوصا كونتاكت معين ولا كل اللي يعرفه؟ ده كل اللي عرفه في يوم من الايام اصلا هياخد كيمو فلاكسس. ناخد بالنا يا جماعه. قال لك واي حد يا جماعه عنده ان افويدبل اكسبوجر، شوف الكلمه عامله ازاي، ان اكتف ايبيديميك. عارفين عايز اقول لك يا ايه؟ يعني اي دكتور شغال يا جماعه غصب عنه هيتعرض للفلاكسس. طبعا ده هو كونتاكت كمان، ما ده كونتاكت كمان بس كونتاكت خاص، يعني دكتور مثلا
كنت التخصص يا ابراهيم يعني دكتور مثلا شغال في الكنترول بتاع البنك، ناخد بقى مع الانترناشونال، ما حدش يبص المذكره عشان بيحبها جدا الانترناشونال. انا كده خلصت 100 بلد كده ايه كده خلصت الجنرال بريفنشن ايه مسرحيش تمام، وبعد كده خلصت السبيسيفيك بريفنشن ناخد بقى الانترناشونال بريفنشن. يلا يا جماعه الانترناشونال بريفنشن لسه قايله امبارح بالتفصيل الممل، ودي اخر مره هقولها بقى تاني. كل بركز معايا، بسال نفسي كام سؤال يا ترى وجاوب عليه ثلاثه. بص السؤال الاولاني، يلا حد يفكرني كده يا غدا، اكتب انترناشونال بريفنشن ولا ما جيبش سيرته؟ حد يقول لي بناء على ايه؟ لو كان واحد من الامراض الدوليه اكتب، طب ده واحد من الامراض الدوليه كده انترناشونال بريفنشن. وكاتب تحتها التعريف عشان امنع دخول المرض فروم انديميك، من المنطقه الانديميك المتقدم فيها الى المنطقه الفري اللي ما فيهاش. برافو عليك، بركه ريسبتيف، المرض الوحيد اللي ريسبتيف عشان موضوع الفيكتور وموضوع الفيروس. ثم يا جماعه السؤال الثاني، مين يا جماعه اللي هيدخل المرض من الهند مصر؟ على فكره المرض موجود في الهند واندونيسيا. مين اللي هيدخل المرض من الهند مصر يا جماعه؟ مين اللي هيجيبه من الهند مصر؟ هنا يا جماعه الانسان، لا الانسان يا جماعه ده نادر جدا يموت بالليل. لكن مين يا جماعه؟ الفيكتور اللي هو البرغوث. لا في اهم من الفيكتور امين فلان، هي الفرنت تيجي من اندونيسيا مصر على ايه؟ لو جت على طياره تمام، وتقع على الطياره وتخبط الناس تمام، وتقعد تجري في الطياره تقع على الطياره يعني يعقل يبقى طياره فيها فار، لكن يعقل حاجه عملاقه فيها صور استخدام مشهوش؟ لا مش عايزها فيه، ده سفن الشحن العملاقه لحد ما فيهاش بشر، لان البشر هينضفوها، يبقى كارجو شيبس السفن العملاقه. طب اعمل فيها يا جماعه؟ لحظه، هل يعقل؟ طب ما تيجي سفن شحن عملاقه يا جماعه، هل يعقل يا تقع اطلع انا في المطار اشمها مثلا ادور فيها على فلان؟ تيجي مينا ادور فيها على فلان؟ ارشها تجيب قطه وتطلع. على فكره يا جماعه، على فكره مناسبه بينا مبالغه، سفن الشحن العملاقه دي يا جماعه بلد فيها قطط وفيها لا يا جماعه، سفن الشحن دي يا جماعه بلد ماشيه، بلد ماشيه قطه ايه؟ ده انت لو جبت ديناصورات تطلع تدور على الفلان مش هتجيبهم. انت يا جماعه الحل الوحيد ايه؟ الحل الوحيد ارشها. طب ما انت لو رشيتها مره هترشها كل يوم، ده مكلفه جدا، يبقى تجيب ماده ترشها صالحه لمده 6 شهور. يعني 6 شهور؟ يعني تفضل ماسكه على الاسطح لمده 6 شهور، فاي فار يدخل في خلال ال6 شهور تمام هيموت خلاص. طب وانا اعرف ازاي انا مرشوش؟ اطلع شمها؟ لا معاه سيرتيفيكت، معاه سيرتيفيكت مكتوب فيها ايه يا جماعه؟ ان دي شهاده ايه؟ مين فاكر ده ايه؟ لا مش رش، شهاده خلو من الفئران. يعني ايه خلو؟ دي وراتنج يعني نزع، دي يعني نزع، ورات يعني فار، يبقى شهاده خلو من الفئران. يعني اي سفينه تقف في المطار كده يا محمد جاي من الهند بس تروح جاي، اما فرنسا لا، اما المانيا فيهاش المرض، اروح له معاك شهاده، شهاده خلو من الفئران. ده معناها ايه بقى؟ انها ترشت بفورمالدهيد جاز وصالح لمده 3 ابراهيم 6 شهور. ماشي يعني. طب انا قلت كلمه واحده يا جماعه اللي عايز اعرفها الناس يا جماعه، الفاكسين بتاع البليك خايب زي فاكسين الكوليرا، وطالما خايب يا ابراهيم زي فاكسين الكوليرا بيحمي الفتره قد ايه؟ 6 شهور زي قبل اي انتي بادي. ده خايب جدا، ده خايب لدرجه انه بيشتغل زي الانتي بادي. يبقى الفاكسين بيشتغل 6 شهور. كده جبت الموضوع كله. ايه بقى اللي بره السكيم في الصفحه دي؟ قلنا يا محمد هنجيب اقلام الوان زي زمايلك، هنلون بره السكيم بس، يطلع اللي بره السكيم سطر او اثنين. اللي بره السكيم يا جماعه في هذه الصفحه جنرال بريفنشن كله سكيم. حتى الهيلث سي بيجي مع نعلم الناس ولا سكيم نعلم عشان تبقى مش قاعده في حياتك. بص يا جماعه، بص يا فاطمه برضه علمني ازاي تقلب اي هيلث اديوكيشن في الانفكشن. اي هيلث اديوكيشن في الانفكشن 3 جمل، بعلمه عن المود اوف ترانسميشن والهيلث هازارد المخاطر الصحيه والبريفنشن. تاني يا جماعه عايزين تكتبوا ديباجه كده على اي هيلث اديوكيشن في ده، مش هنا بس يا رايد، اي هيلث اديوكيشن يا جماعه في الانفكشن كله بكتب ايه؟ بعلمه 3 حاجات. المود يا اكتبي ايه دي مش مكتوب عندك يا غاد؟ اي هيلث اديوكيشن بعلمه 3 حاجات في الانفكشن، يعني اكتب 3 سطور ثابته. هيلث اديوكيشن اباوت ايه بقى؟ رقم 1 المود اوف ترانسميشن بيتنقل ازاي عشان يحمي نفسه. رقم 2 الهيلث هازارد المخاطر الصحيه عشان احسسه بالخطوره بتاع المرض فيهتم. رقم 3 البريفنشن يحمي نفسه ازاي. في حاجه صعبه لازم الكلام، ادي جمله ثابته بتاع الهيلث اديوكيشن. ثم يا جماعه طبعا دي مزودها عندكم معرفش ليه، في حاجه اسمها يا جماعه جهاز متابعه. يعني ايه جهاز متابعه؟ كل مركز معايا يا جماعه، طبعا دي احنا لسه هناخدها يا جماعه. حاجه اسمها جهاز المتابعه بتاع الوزاره. جهاز المتابعه بتاع الوزاره لازم يتابع الامراض اللي في البلد. كل ما المرض يبقى خطير قلت الكلمه دي قبل كده يا جماعه يبلغ عنه بسرعه. كل ما المرض يبقى تافه يبلغ عنه براحتك. هنعمل يا جماعه سيرفيلانس يا جماعه، لو جهاز المتابعه دي بره سكيم لونها، في بره سكيم دي بقى السكيم لونها يا جماعه. هنتابع اماكن البليج يا جماعه. طب نتابع اماكن البليج ازاي يا جماعه؟ حد يقول لي انا عايز اعرف فين مكان البليج في العالم يا ايه فين مكان البليج في العالم؟ يلا قول ورايا. ايه رايك لو في 3 عندهم بليج في فرنسا يبقى ده مكان البليج في العالم ولا لا؟ 3 انسان 3 بشر عندهم بليج في فرنسا، ده مكان البليج؟ لا مش ده ريزرفوار. مكان البليج يا جماعه اللي هو مين يا جماعه؟ الفار ولا الانسان؟ الفار. المنطقه المتوطن فيها بتوطن في الفئران مش في الانسان. الانسان حتى لو اتصاب مره بكره يموت والمرض ينتهي تاني، اما بيتوطن في الفئران. وعشان كده معانا كده هنعمل تيست للفئران المصابه في دول العالم، وهنعمل تيست يا جماعه للقطط المصابه برضه في دول العالم. يبقى ممكن يكون القطط قطط الكلاب. ليه بقى قطط الكلاب؟ هو الفار عنده ايه؟ عنده ايه؟ لا الفار عنده ايه؟ برغوت. البرغوت بيهاجم مين قبل الانسان كمان بيحبه؟ بعد يعني بعد الفار يحب مين؟ القطه والكلب والقطه. يعني البرغوت اول ما يسيب الفار اول حاجه ثانيه بعد الفار الكلب والقطه، لانه عايشين جنب بعض عايشين بقى كتير. ثم ثالث واحد الانسان. فنعمل فحص للكلاب والقطط اللي في المنطقه. ايه احنا ما قلناش الكلام لما راح
احنا قلنا هو لو مفيش فرق ما عشان هو بيتكلمك على مرض الانسحاب مش بتاع طب بيطري فهو داخل على طول على المدخل ترانسميشن للانسان ماشي المرحله الوسطيه تمام عشان هو بيعز الكلاب والقطط زي البني ادمين مش بيعزهم هي الفكره هي الفكره ان الكلاب والقطط بتعيش في اماكن كلها فراخ هي الفكره ان الكلاب والقطط بيعيش اقرب من الفئران من الانسان اقرب من الفئران من الانسان ايه اطلع اطرز اه يعني لا لا هو بيقول لك لو ظهر في المنطقه اول حاجه عشان تعرفي ان موضوع وطن عندنا ولا ظهر في الغابه بتاعتنا ما تدوريش على البشر بتاعنا لما يبقى جهاز المتابعه بتاع الوزاره ما هينزل يتابع منين هينزل يتابع الفئران وينزل يتابع كلاب والقطط بقى جماعه رقم 3 قال لك هنشوف بقى يا جماعه ناخد عينه من البراغيث نوصل لحظه يا جماعه طب هنا ممكن في مشكله عادي ايه ايه يا جماعه فكره بالنسبه اللي عايز كده يا جماعه السير بس تكتب لك كلمه واحده بس بنتابع الحيوانات مش الانسان جاب الثلاث حيوانات اللي هم مين يا جماعه اللي هم بتوع البلي جاب البراغيث وجاب الفئران وجاب القطط والكلاب في بتاع ابراهيم وفي بتاع عبد الرحمن ولا لا كده يا جماعه خلصنا من ده هاتوا لي بقى كنترول اقل اهميه في الامتحان والمهم في الامتحان البريفنشن بقى يا جماعه المهم في الامتحان البريفنشن جدا تقدروا تتوقع بتاع الموضوع ده ناخد بقى يا جماعه الكنترول يلا محمد يلا ايه هتحول القطط ان شاء الله لعبد الرحمن هتحول القطط من ثلاثه يا جماعه منين بقى هتحول القطط ان شاء الله من اللي اقوله ده لسكيم تاني اي كنترول كان كنترول لثلاث حاجات للكيس والكونتاكت ومين يا جماعه والكوميونيتي ده كنت اول حاجه كنترول للكيس كنترول للكيس كانوا ست نقط ما بيتغيرش فيهم الكيس مين بقى السته الثابتين هقول كله الثابت والمتغير يلا يا جماعه الثابت ايرلي كيس فاين ما بيتغيرش نوتيفيكيشن ابلغ مكتب الصحه ما بيتغيرش رقم 3 ايزوليشن بيتغير لو كان مرض خطير في المستشفى ده مرض يا جماعه طبعا ده مريض ده مش 100% في المستشفى ده لو قال حاجه للمستشفى تضربه النار لا يا جماعه ده مرض زي ده يا جماعه عايز تبعده عن ده ممكن يرجع يا جماعه الهيومونيك بليك بقى ده مصر كلها اسكان ده الكونتاكت بتاعه له هبل الكونتاكت كان شغال عليه اعراض تحبسه هنعمله ايزوليشن في المرض يعني الكونتاكت بحبسه يبقى مش هحبس الكيس تمام يبقى اذا يا جماعه اعمل له ايزوليشن ثم يا جماعه فين في الهوز بتاع في المستشفى ثم رقم 4 مين يا جماعه تريتمنت علاج او اسم الدواء ثم رقم 5 ريس انفيكشن ما بتتغيرش ثم رقم 6 ريليس اطلاق السراح واحده واحده بقى واحده واحده نجيبهم واحده واحده قال المكتوب عندك يا جماعه قال لك نوتيفيكيشن نبلغ في خلال 24 ساعه الايميديت طبعا ابراهيم وده مرض يا جماعه ينفع يتؤجل وصراحه نبلغ في خلال ثلاث مستويات الناس عايز تعرفها عشان مش عليكم في امراض تتبلغ عنها يا جماعه في خلال 24 ساعه ده ايميديت يعني في خلال 24 ساعه يعني حالا تبلغ الوزاره طبعا وفي امراض الوزاره بتقول لك يا جماعه نظام الصحه العالميه في 24 ساعه نفس اليوم يا ابراهيم وفي امراض في خلال اسبوع يبقى امراض نص نص يا ايه زي التيفويد وفي امراض ما براحتك في خلال شهر زي الانفلونزا طبعا وانت بقى في خلال شهر بقى براحتك فهمت التبليغ عامل ازاي ده مرض خطير يا جماعه في خلال 24 ساعه ناخد بقى اللي بعدها قال لك هيتعزل فين في مكان تمام ويترش في سيفت سايد عشان لو عنده برغيث يموتها واستريكت ايزوليشن يا جماعه عارفين يعني ايه استريكت ايزوليشن يا محمد يعني عزل صارم في حد نيومونيك بليك يعني مش صارم هنا بقى ابراهيم يعني لو خرجت الخون بالنار اه يعني لا لو خرج منين مش زي بقى الثانيه يا جماعه يتحرك براحته بس ما يطبخش الاكل مش زي التيفويد لا ده هنا قاعد في اوضه لوحده ما يتحركش منها ولو دخلت ممرضه تعمل له اي تمريض الرئه تبقى داخله ازاي ماسك بقى لان 95 وحاجه ماسك المهم يعني فوق ان 95 ده مش يعني مش ماسك الاونطه بتاعنا ده ولعها من بعد ما تخرج ولعها من بسها بعد ما تخرج الكلام ده كله ناخد بقى بعدها التريتمنت العلاج يا جماعه قال لك هيعالجه يا جماعه هيعمل كومباينيشن من دواء مش دواء واحد ثم ديس انفكشن بلد 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 هنا ديس انفكشن غريب شويه ايه رايكم يا جماعه غدا انا واحد عنده كليك شك ان عنده براغيث الديس انفكشن بيبقى ايه نرش بودره اسمها داستنج نرش يا جماعه بماده اسمها دي دي تي دي دي تي يا جماعه دي ماده محرمه دوليا في الزراعه اه لكن في الزراعه في الزراعه عشان التربه لكن ده هيودي التربه ازاي يعني ما انت عايزه تموتي اي كائن حي وبثقه عمياء انه مات مليون في الميه مش هجيب بقى الحاجات بتاعتنا بتاعت البشر عاديه الزراعه ليه عشان هي توكسيك لو احنا كنا لا مش التوكسيك عشان لو راحت للتربه هتيجي في الاكل بتاعنا اما هنا تربه ايه اما هنا تربه ايه ده هنا هرش هدوم اه الهدوم هتتقطع ايه ما تتقطع الهدوم الهدوم ريحتها ما تتغير هنا هدف موت البغيث اللي عنده دي حاجه ودي حاجه ثانيه خالص انا رابط قال لك يا جماعه هنعمل كونكارد ديس انفكشن قال لك من البراغيث وقال هي الانسكتسايد ما قالش حد دي 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 اللي عايز يعرفه ما هو دي 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 10% التركيز بتاع 10% اللي عايز يعرفها لنفسه يعني الانسكتسايد اللي هنا يا جماعه هو دي دي 10% تحت يا جماعه في ديس انفكشن ثم يا جماعه بنعمل تيرمينال ديس انفكشن طبعا عارفين تيرمينال ايه يا محمد محمد تيرمينال يعني ايه اول ما يخف الراجل دي ويسيب الاوضه في المستشفى انا عايز الاوضه تبقى نظيفه عشان حد من اخواته يجي يستعملها في البيت او حد من عيالي التانيين هل رايكم معايا يبقى ديس انفكشن ابراهيم بسيط ولا هنولع في كل حاجه لها علاقه بيه كل حاجه لها علاقه بيه قلنا قبل كده ثم يا جماعه ريليس بالاثنين اللي ما كانش معانا محمد دي ما اقدرش اشرحها دلوقتي حالا لانها معتمده على قصه كبيره قبلها هم زمان بيقولوها يا جماعه هي فكره التسكين يا محمد شكلها قلت لك كان لازم بدري سنه ما انا فكره التسكين معتمده على يا جماعه معتمده ان الف حاجه لوحدي اي مرض يا جماعه ما حدش يوصل يا جماعه اي مرض ارثروبود بيادي اثناء الكيس ولا كيس والكارير ارثروبود لا يا فاطمه 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 عشان اطمن عليكي انت كمان اي مرض يا ايه ارثروبود بورن انفكشن بيعدي اثناء الكيس ولا كيس والكارير كيس بس يبقى بيعدي هنا بس يبقى طلعه بالاثنين ولا بالثلاثه الثالثه دايما يا جماعه بيعدي هنا بعد ما يخف من الكيس هنا بالاثنين مين الاثنين؟ يا
كلينيك ريفري حالته العامه مرضيه وساتسفاكتوري جنرال كلينيك ريفري ما عندوش اعراض وساتسفاكتوري جنرال كونديشن حالته العامه مرضيه بس يا جماعه كده يا جماعه خلصنا من ده ناخد بقى الكنترول بتاع الكونتاكت اقول لكم على حاجه بقى اللي بره السكيم هنا يا جماعه الديس انفكشن بس وهو مش بره السكيم اصلا هقلفه لوحدي بس احتياط يعني اللي بره السكيم الديس انفكشن فقط ايه الوفيه يا جماعه هنا تيرمينال ديس انفكشن وكونجرد اللي بره السكيم يا جماعه اللي بره السكيم اللي هلونها ديس انفكشن فقط ناخد بقى الكنترول بتاع الكونتاكت ما حدش يبص مذكره يا محمد نفس الفكره يا محمد الكنترول بتاع الكونتاكت كم خطوه يا جماعه الكنترول بتاع الكونتاكت وفكرني يا محمد بعد حصه اقول لك على حاجه على التسجيلات عشان ممكن الكلام ايه التسجيل بتاع الحصه اللي فاتت تطلب منه بشويه في السكيم يعني وانا بقول لك مش هقول السكيم بتاعه ايه الكنترول بتاع الكونتاكت يا ايه عمرك يا ايه يعني يلا بسم الله الرحمن الرحيم الكنترول بتاع الكونتاكت حاجه انت عمرك ما عديت الارقام ورايا الكنترول بتاع الكونتاكت يا جماعه ست حاجات يلا ايه ست حاجات اول حاجه بقى قبل ما بقى الليست ما بتتغيرش ثم رقم 2 ستوب اكسبوجر ما بتتغيرش ثم رقم 6 هيلث ديفيشن ما بتتغيرش اللي بيتغير 3 و4 و5 انا هاخد رقم 3 بص يا فاطمه معايا يا اما سيبلنس يا اما سيجريشن اصعب حته يا اما ايزوليشن بفكر ازاي بفكر من الاخر يلا خدوا هل واحده من الثلاث سيئات اللي تعم زي نيومونيك بليج يكتب ايزوليشن غلط يكتب ايزوليشن بس يغلط ايزوليشن للنيومونيك بليج اما لو كان بليج عادي سيبلنس لو كان نيومونيك مثلا يا ابراهيم تاني يا توشو قلتها ازاي لو كان نيومونيك بليج ايزوليشن اما اي حاجه غير نيومونيك بليج ما قلنا يا جماعه البليج مش شرط ان يبقى نيومونيك اما البليج العادي اللي هو مش نيومونيك لسه قايلين امبارح زي البيبونيك مثلا سيرفلانس بس ممكن معلش سؤال في هو لو انا مثلا حاجه مرض هيحمل له ايزوليشن بس بشرح معاه سيرفيلنس والسيجريجيشن على سن دي حاجه انكلودنج في الايزوليشن صح لا ما هي كده الدكتور لخبط قول انت فاهمه هو ايزوليشن يعني بشرح له ايزوليشن بس اقول له كده بالظبط ايزوليشن للنيومونيك بليج اي حاجه غير نيومونيك بليج سيرفلانس احنا عملنا شوط امبارح المره اللي فاتت يعني ايزوليشن ويعني سيجريجيشن وانت عامل ده وانت عامل ده كان صعب يا جماعه الاستاذ الكلام مش هقول كده هقول لك ايزوليشن سيجريجيشن وخلاص لا جت منين ولا الكلام ده الحمد لله ان السكيم ده من الحاجات اللي يعني ما اعرفش طريقته امتى ولا لا ناخد بالك معاك ما حدش يبص المذكره ربنا يشلك يا جماعه السبيسيفيك بروتكشن بعد الشاطر ربنا يشلها ان شاء الله السبيسيفيك بروتكشن يا جماعه السبيسيفيك بروتكشن ده كنت مستعجل ولا مش مستعجل يا تقف مستعجل ياخد يا جماعه كيمو ولا فاكسين كيمو لحظه يا جماعه وبره السكيم حاجه واحده بس وبودره ترش عليه بودره ليكون عنده برغوث من اخوه تمام وده برغوث بسرعه يبقى يا جماعه اللي بره السكيم يا جماعه الداستنج رقم 2 او الديسانفكشن رقم 2 من البليج من البليج من البراغيث من سيت سايد ثم يا جماعه الديف بيجر فين يا جماعه كلمه كنترول كوميونتي يا نوره يلا اي عايز اقعد اكد عليك الكلام ده والله اي احتياط يا بنتي كنترول كوميونتي يا جماعه ساعات دايما بيجي النص الثاني اسمه ايه ايبيديميك ميجرز اسمه ايه ايبيديميك ميجرز هو ده كنترول كوميونتي اجراءات الوباء قال لك يا جماعه اكتب السكيم عادي خالص ولكن اكد على حاجتين الجنرال بريفنشن اكتب يا جماعه اكتبوا بالتفصيل ده معناه ثم يا جماعه كنترول اوف كيس اكتبوا بالتفصيل عارفين يا ابراهيم عارفين يعني ايه يعني يا جماعه مش احنا كنا بص يا فاطمه مش احنا كان اي كنترول كوميونتي ست نقط بكتبهم عناوين بس جنرال بريفنشن بدون تفاصيل سبيسيفيك بدون تفاصيل كنترول كيس بدون تفاصيل كنترول بدون تفاصيل مرضي يا جماعه بقول لك اهتم شويه بالتفاصيل اللي هو تفصيل حاجتين اثنين اقول لكم يا جماعه ليه يا جماعه اختار الجنرال لحظه يا جماعه على فكره مش مساله ذكيه مش غبيه اديكم مثال هو ليه اهتم بالكيس والجنرال بريفنشن الجنرال بريفنشن عشان برغيت والكيس عشان ده اللي بيأدي فهمت يا ابراهيم عشان ما ينتشرش في المجتمع فهمت الفكره ابراهيم اختار الاثنين دول ليه اختار الاثنين عشان دول بلوتين البراغيث يا البلوه والانسان اللي بيعدي هو البلوه طب ما كريس بيعدي في اي مرض يعني ايوه ما هو بس انا عايز اقول لك ايه ان هقول لكم على انتوا 16 باسم البوكس الامراض اللي لها كارير ما بهتمش بالكيس قوي عارفه ليه لان حتى لو عرفت الكيس ما في كارير بيعدي دي ما فيهاش كارير فالكيس ما بقاش كارير فالكيس يبقى اثر البلوه فلو عدمناهم هنحمي المجتمع كله اما الثاني مصادر متبهدله متوزعه برافو عليك والله ده مع ان دي شرحها في طنطا بس امبارح نص ساعه مثلا الحته دي لوحدها ان الامراض اللي لها كارير تمام ما تهتمش بالكيس قوي لان انا عالجت جنتي طب وفي ده واحد ثاني بره عمل بيعمل ايه؟ نفس الموضوع البوليو والكارير اكبر بكتير جدا مع ذلك نفس موضوع البوليو فهنا يا جماعه عايز اقول لك لا الامراض اللي فيها كيس على فكره سهله جدا السيطره على ليه؟ هات الكيس اتعامل معاهم تمام وبالتالي المجتمع هينتهي منه المرض كده يا جماعه خلصنا من البليك بالكامل هات لي بقى يا جماعه مرض جديد خالص يلا محمد رقم من الصفر بقى انت كده داخل نص المرض ده هات لنا يا جماعه مين الدرجات السنه ده اللي جه الراوند اللي فات ميجي كام يا دكتور شوفوه بقى في الاول ده في الدروبلت في الاول خالص هيبقى مثلا 9 او 10 يلا عشان نتعلم منه مهاره يا ايه لو اتعلمتوها بص يا فاطمه البرتصاص هو الدفتيريا هو التيتانوس هو هنبدا لان دي مع بعض يا ابراهيم فلو ركزنا في واحد فيهم ضربنا كذا على الصبح حاجه لا لتخريج برضه حتى لو ايه ممكن كده يجي الكليه يطلب له شويه حاجات هو الملاريا كبيره هي والتي بي اكبر ثلاث امراض ملاريا تي بي بوليو
بس كبير يعني حاجه اكبر من ملاريا كمان. هدونا بقى يا جماعه صفحه كام؟ هدونا بقى يا جماعه البطاطس صفحه كام؟ هو 9 يا 10 9 يلا هدونا 9 هو جه الراوند اللي فات يلا يا جماعه 9 يلا بسم الله الرحمن الرحيم. ايه قدام حبيبي قد ايه يا دكتور؟ دكتور طب ما نجرب ناخد الدفتيريا والبرتسس كده الاثنين مع بعض ولا ما ينفعش؟ الصناعه المباطن اللي في بعض يعني الدفتيريا ما شريت البرتسس غير في الفاكسين بس، اما البرتسس اللي تدي التيتانوس في كل حاجه ده. طب ما ناخدهم بالعرض الاثنين مع بعض. اصل الدكتور ما حددش الدفتيريا ومش حددها، فدايما ناخد الاول الاول دلوقتي. طب انا عايزه أجل. ممكن تلغي كمان خالص اخر سنه احنا خدنا سستبيليتي في السكيم؟ لا ما خدناش. طيب وال احنا لما قلنا كله سيروم عدا 3 كيلو اللي هو التي بي والمنجايتس والسته الانترناشونال صح؟ لا ما مشاش كده عشان كده ما حطيتش في بعض، لان في انترناشونال ملوش سيروم ولا كيمو زي الفيروسات زي خلاص زي الفيروس في اول شهر في مصر. طيب الساعه كام اصلا دلوقتي حالا؟ 8:30 لسه بقينا ساعه فان شاء الله ناخد البطاطس. بص يا جماعه بعمل كل انفكشن كبير نص ساعه.